غلطه ان احنا جينا هنا وجبنا هايدي معانا. المكان في منتهى الخطوره عليها. ليه بس يا نادر؟ هو اصلا مفيش حل تاني، والبنات مشوا مننا من اكتر من ساعه ومفيش حد زي ما انت شايف. وبعدين كنت عايز ناخد هايدي ونروح بيها فين في وقت زي ده؟ بعدين مش انت قلت لي ان خلاص المراقبه اتشالت؟ في ايه يا نادر؟ ايوه المراقبه اتشالت، بس ما ينفعش ننسى انك مطلوبه. خلاص يا نادر احنا بقينا هنا، المهم هنشوف هايدي هتروح فين. ده بقى البيوتي سنتر بتاع دينا اللي انت هتشتغلي فيه، ايه رايك فيه؟ حلو مش كده؟ مش فورتيكا يعني؟ وقلعيها ولبسيها على ايه؟ ده المحل بتاعي في روح عنه، على الاقل ريحه خفيف كده. بس بقول لك ايه؟ هو مع حق برضك، انت ما كانش المفروض تسيبي شقه الرقاصه. يا بنت هتضيعي روحك عشاني؟ ماله؟ انت ياما عملتي كده علشاني. وانت ايه ده؟ وانا اي حاجه اعملها تنقشيها ولا ايه؟ انت هتجيبي روحك ليا؟ هو انت مش هتبطلي؟ طب خلاص هبطل. بقول لكم ايه؟ ريحوا دماغكم، انتوا من اول كده لا بتعرفوا تحلوا ولا تربطوا. انا خلي شكر راح ودي سندس عنده، ودلوقتي هجيب سوكا ويجي نقعد احنا مع بعضينا نمخمخ لكم كده في مكنه حلوه تبقى نظيفه ومش متداسه ونداري فيها البت جولي. ريحوا انتوا قلبكم بس. يعني ايه مكنه؟ يعني مكان. مكان. برافو عليك يا كوري، هو ده الكلام. ايه اللي برافو عليكي دي؟ وانا في الروضة؟ وبعدين ثم تعالى هنا، احنا من ساعه ما قعدنا وانت راقبني كده. ايه هتاخدنا 4 في 6 ولا تعمل لي بطاقه؟ وبعدين بقول لك ايه، انت تبع مين في القعده الحلوه دي بقى؟ بالصلاه على النبي. ايه بقى ده؟ الدكتور نادر المحامي بتاعي. دكتور على نفسه يا اختي، ما بحبش الرجاله تقعد تفصص في الحريم كده وهي قاعده. ايه هياخدني كاتش فين؟ البنت دي هي اللي ممكن توقع مروان. مين دي؟ كوريا؟ ايوه كوريا. المهم خلينا نفكر في المكان اللي هتروحي فيه الاول، وبعد كده هشرح لكم كل حاجه. انتوا ان شاء الله طول البعض. بقول لكم ايه، انا اخرع في ليلتكم السودا دي. ما تهدي بقى يا كوريا، خلينا نفهم فيه ايه. يا انسه كوريا، نادر لا يمكن يضرك، اوكي؟ لا انسه ده اهدي بس يا كوريا. انت قصدك ايه يا نادر؟ احنا مش قلنا ان مروان نقطه ضعفه الفلوس والستات؟ كوريا اتغيرت 180 درجه في ساعتين زمن بس. مين عارف لو نظفناها اكتر من كده شويه واخدنا معاها شويه وقت ممكن تكون النتيجه ايه؟ تنظف مين يابا؟ يا اختي مين ده؟ بقول لك ايه؟ يا كوريا سلام عليكم. يا كوريا الدكتور نادر ما يقصدش. لا انسه كوريا دكتور نادر، احنا لسه هنتكلم عن الشغل. في ايه؟ ده ايه العالم دي؟ ده بيقول لك تنضفها، هو ليه؟ وانا كنت معفنه؟ انت عالي بس يا كوريا. دكتور نادر ما يقصدش. استهدي كوريا ده، يقصد الشيطان، يقصد الشيطان. استهدينا. ها اقعد يا كوريا. اقعدي اهدي. ما يقصدش، ما يقصدش. في ايه؟ ده بيقول لك تنضفها، ليه وانا معفنه؟ المهم أنا وسوكا وإحنا جايين في الطريق عرفت إن خد شقة جديدة في شارع الهرم جنب الكباريه عدل بالظبط. يا ريت بس ست الكل هايدي يا ريت تشرفينا وتقعدي يومين كده عند أمي، وإذا كان عليا أنا ممكن أقعد في أي بنسيون يعني. يعني معقول يا سوكا هتسيب شقتك علشاني؟ أنا بصراحة ماليش في الشقة اللي فيها السيراميك ديت، يعني بيجيلي منها كرشة نفس يعني. وبعدين أنت أختي الكبيرة وبصراحة أنت تعبت كتير قوي قوي. أقول لك حاجة، بس يا رب تستحمل أمي. لا نهار اسود بلاش امك هسوكا. لا امك لسانها بيدلدق بالكلام على طول زي الزير المخروم بالظبط. ونوال لو عرفت جول فين هتسلمها محاره وحلو. نوال من الاساس ما تعرفش ان احنا سيبنا الحاره، واذا كان على امي ب 200 جنيه ممكن تقعد في الشقه ما تخرجش لمده شهرين. بس ست الكل تقول امين. كتر خيرك يا سوكا، احنا مش عارفين نودي جمايلك فين. انا اللي مش عارف اقول لك يا استاذ، بس بلاش كتر خيرك ديت يعني، ده اقل واجب نعمله يعني. كده تمام يا جماعه، خلصنا موضوعك يا هايدي. نتكلم بقى على موضوع كوريا. يا باشا البت اللي اسمها كوريا المسترجله دي شافتني قاطرها فافتكرتني بعكسها، لمت عليا وام تلاقي لها الا الله وطحنوني. عشان متخلف تستاهل يا كحول. اللي بتراقبه ما ينفعش اعرف انك بتراقبه، انت ليه كنت لازق لها فشافتك؟ النعمه ابدا يا باشا. قور وانا هتصرف من غير مراقبه ولا زفت. توجيهات سعادتك اوامر يا باشا. علاء فينك؟ عاوزك. ما ينفعش قبل كده؟ تمام سلام. لا 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 تعالوا هنا بقى. ايه اللي اسمك جمالاه؟ لا يا اختي ده انت طلعتي ميه من تحت تبن.
انت جمالات، لا ده انت خباسات لقامات. بتستغفليني يا بنت؟ لا خالص يا طنط موسوكا، بس انا ما كانش ينفع اتكلم يعني عشان الظرف اللي حضرتك عرفتيه، وما كنتش عايزه احرق كوريا. تحرجي كوريا؟ لا هي كوريا دي بتتحرج ولا بتتكسف من اساسه؟ دي ما عندهاش دم. وبعدين هي فين كوريا يا اختي؟ ما هي خلعت يا اختي وسابتك. اه لا بالعكس، كوريا طول الوقت واقفه معايا، والنهارده برضو كانت معايا ولسه مروحه الحاره. برضو ده ما يمنعش عنك الغلط، انت كان لازم تاخديني من ايدي كده اهوت وتقعدي تكلميني في ودني وتقولي لي الحكايه كيت وكيت يا موسوكا. اه الله، انت فاكراني ان انا ممكن افشي اسرار؟ ده انا بير بير، السر يخش فيه ما يطلعش ولا يبان له اصحاب ابدا. خلاص بقى يا موسوكا اخلصنا. اما كلمه ابرك من تاكسي السهره اللي انت عاملاه ده. ستانة ما تقعد معانا لغايه ما ربنا يساي والحقيقه تبان، ماشي ولا مش ماشي يما؟ لا خلاص، لو انا هضايق طنط موسوكا انا هنزل من هنا دلوقتي حالا، وهروح ادور على اي حته تانيه اقعد فيها. لا لا، احنا ولاد اصول بردك، هنشيلك فوق دماغنا وجوه عنينا، بس بردك لازم افهمها غلطها عشان ما تستجرأش بعد كده تستغفل ام موسوكا. يا ستي ما فيش حد يقدر يستغفلك، ما تخافيش امال، بس المهم انت ما تجيبيش السيره لقيتها مقلوب ان الست هانم موجوده معانا هنا، بدل ما كلنا الدهن نروح في داهيه. اما يا رب تتصي في نظرك يجيلك حب الشباب، احلفي على المصحف ده انك ما هتجيبي سيره لحد، ان الست الكل قاعده عندنا. جرى ايه يا ولد؟ انت هتخوني زيهم؟ هو انا بتكلم ولا بفتح بقي؟ ده انا مسميني حتى العده الساكته. بقول لك يا عسل، احلفي على المصحف وهديكي 100 جنيه. يا سلام يا اخويا، عايز تحملني ذنب الحلفان عشان 100 جنيه؟ وانا من ناحيتي 100 جنيه كمان. والمصحف 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 ده هو ما هجيب سيره ان الست جمالات قاعده عندنا في قلب البيت. ايوه و و و و و و و وبس. اقول لك حاجه يما؟ لا. اشتريت الست كل 200 جنيه، عارفه لو جالك 250 جنيه هتبلغ علينا كلنا، امي وانا عارفك. يا جماعه، الحل الوحيد علشان ننقذ هايدي قبل ما يتحكم عليها في القضيه هو ان احنا نرجع الفلوس للبنك. وبما ان هايدي اتقبض عليها وما سلمتش نفسها فالفتره دي هتبقى قصيره جدا. ايوه الموضوع بسيط قوي، انا اجيب رقم مروان واكلمه واقول له ايوه يا ميرو. يا حبيبي ابعت لنا الفلوس بقى يا ميرو اللي انت سرقتها يا بابا. يلا باي باي، لا اله الا الله. شفت بقى، انا هنا لو استظرفت تاني هقوم الزك. يا جماعه مروان ده مش اذكى مننا، ده انسان رخيص واستغل ثقتنا فيه، وان احنا ما عندناش اي فكره ان هو انسان نصاب. فاحنا ممكن نلعب عليه نفس النمره، نبعت له بنت شكلها لطيف جميلة غنية هيجري وراها، تلعب عليه نمرة ونكون مذاكرينها كويس لحد ما تقدر تاخد منه الفلوس. يا دكتور، يعني سؤال لمؤاخذة بس علشان أفهم يعني الحدوتة بالظبط، ده سعادتك جايبني هنا عشان أفهم يعني إن الست اللي عايزين تجملوها وتبعتوها دي تبقى كوريا بنت أختي صح؟ صح يا عم شكري. بص يا عم شكري جميل، دلوقتي إحنا محتاجين بنت نثق فيها 100%، بحيث انها ما تبلغش عن هايدي، ما تبعناش لمروان، ولو تملكت الفلوس ما تطمعش فيها، والوحيده اللي ينطبق عليها كل الشروط دي كوريا بنت اختك عم شكري، بدليل لما علاء الضابط قبض عليها البنت ما فتحتش بقها ولا كلمه عن مكان هايدي، مع انها كانت ممكن تتحبس يا عم شكري. ماشي يا شكري، ما تزعلش مني، بنت كوريا دي بلدي وبيئه ومقروضه ولطش على ذكر، يعني لو فتحت بقها قدام مروان هيقعد 7 أيام في المستشفى الأمراض العقلية. ليه بتقولك ده؟ ده كوريا بنت أختي زي القمر، وهي صغيرة كانت قمر صورتها معايا، بس أنا مش عارف لما كبرت بلشفت نفسها ليه كده. هي حلوة فعلا يا عم شكري، بدليل لما هايدي اشتغلت عليها شوية كده بشوية حاجات بسيطة شكلها اتغير 180 درجة، بعدين بشوية دروس من هايدي ازاي تتعامل على اساس انها جاية من الطبقة اللي احنا عايزينها هتبقى مناسبة جدا. وما تنسوش كوريا لبط ومخربشة، يعني هتعرف ازاي تتعامل مع واحد زي مروان لبط ومخربش وجاي من الوراق. انت بتقول ايه؟ كوريا دي مستحيل تنضف ولا حتى تتعلم اي حاجة، احنا كده بنضيع وقتنا وهنلاقي هايدي محكوم عليها في الاخر. طارق ممكن مالكش دعوة، ده شغلي انا وانا اللي هتصرف فيه، انا ما بقولش انها هتسافر، انا بقول نعمل محاولة مش هنخسر منها اي حاجة. المهم دلوقتي انا عايز هايدي تقعد مع كوريا لمدة شهر متصل، تشتغل عليها من جوه ومن بره لحد ما تجهزها تماما، وفي نفس الوقت عايز عنوان مروان في اليونان من نجوان وابوها. انا هاخد طارق وشكري ونروح عند ابو نجوان الراجل الزبالة ده، ناخد منه الوصل، خصوصا بعد ما مروان ضحك على بنته. يا بس في مشكلة هنا دلوقتي، انا ما افتكرش ان كوريا هتوافق على حكاية التغيير دي، ولو وافقت
مش هتوافق انها تقعد مع موسوكا، ولو وافقت انها تقعد مع موسوكا مش هتوافق انها تهمل سندس لوحديها، ولو وافقت ان السندس تقعد مع موسوكا يبقى خلاص الدنيا ولعت طالما الاثنين قاعدين مع بعضيهم. الثلاثه دول يا حبيبي تابعك بقى، شوف بقى هتحل مشاكلك معهم ازاي. ما يقدر على القدره اللي ربنا. بس في مشكله تانيه. هو انت يا عم شكري بتحب المشاكل؟ بتمشي ورا المشاكل اللي قاعد بتسعى فيها؟ ها عندك ايه مشاكل تانيه يا سي شكري؟ كوريا عندها سابقه قديمه وما هاش مظبوط تسافر بيه، كيف هتسافر يعني؟ ما تقلقش يا عم شكري، ورق كوريا انا هظبطه وهطلع لها باسبور وهجيب لها فيزا كمان. الموضوع ده هياخد حوالي شهر تقريبا. في الشهر ده هايدي هتشتغل على كوريا من بره ومن جوه وهتظبطها 100%، ولو النتيجه طلعت كويسه يبقى كوريا جاهزه للسفر. عم شكري كبداكي.